نتكلم طبعا احنا اليوم شايفين هنا عندنا انواع كثيره من السبح، فخلينا نتكلم عن انواع السبحه، اعداد الحبات ايضا اللي بتكون موجوده فيها، هل بتختلف حسب نوع السبحه نفسها؟ طبعا هي السبح يعني اقدر اقسمها الى ثلاث اقسام انواع، في الخامات الطبيعيه والخامات المصنعه والخامات المعاد استخدامها. الخامات الطبيعيه مثل الكهرمان اللي هو الصمغ اللي موجود على اشجار الصنوبر، هنا كهرمان صح؟ هذه كهرمان اللي عندك، أيوة فيها جميع انواع الوان الكهرمان الموجوده حاليا. جميل، طيب بس على اساس نتكلم عن الكهرمان، قيمتها، سعرها، الاقبال عليها، كيف ايضا الخام تجيبونه، من وين تجيبونه ممكن؟ يعني الخام هو الكهرمان مصادره شحيحه جدا. هو يعتبر من اندر انواع السبح، يعني زي الخامه هذه يعتبر بالنسبه للكهرمان اللي هو كهرمان طبشيري ابيض. يعني في فرق بين اللي عندي طبعًا عندك. وهو مصادره يعني غير متزايده بالعالم، يعني هو ما يصنع، هو خامه طبيعيه وعمرها الكربوني اكثر من 44 مليون سنه. وفي خامات ثانيه مثل الاخشاب الطبيعيه، هذا خشب الورد طبيعي لونه جميل. جميل، هنا كمان ذكرت هذا خشب الزيتون صحيح؟ نعم، هذا خشب الزيتون البلدي. وفي طيب اشياء يعني مثل الثمار، في ثمر اسمها ثمره الكوك، نصنع برضو منها سبح، تطلع منها سبح جميله جدا جدا. وفي الخامات المصنعه، المصنعه مثل البكالايت او اللي يسمونها اشباه بلاستيكات، بس البكالايتات يعني في اشياء نوادر جدا، يعني صنعت عام 1907، مثل الخامات اللي موجوده هنا، هذا فاتوران، وهذا اللي بيدك الثانية اللي هو بكالايت. هذا البكالايت. اي، واليمين هذه الفاتوران. اليسار. اللي على اليسار. تمام. طيب، ابغى اتكلم الان عن موضوع اخر قد يكون ممكن انه هاجس، ممكن ما حد يصدق بعد، انه تعتبر كانها بورصة، اسعار السبح توصل لمبالغ، خلينا نقول ما راح اقول فلكية بس غالية. طبعا. كيف الاسعار؟ هو مقتنين السبح او تجار السبح دائما نسمي بعضنا احنا هواة. انه هذا هاوي ياخذ الاشياء النادره، يعني السبحه اليوم مثلا اذا قيمتها 1000 ريال، يعني بعد كم سنه اذا تاكسدت او يسمونه بعض الكهرمان يسمونه ريح، يرتفع قيمتها 1500، يعني في ناس ياخذ الموضوع كاستثمار. كم يوصل المبلغ؟ يعني ما انا اقول لك كمثال، في سبح تصل يعني عشرات الالوف، لكن اللي اليوم قيمتها 1000 بعد فتره تصير قيمتها 2000 وكذا، يعني كل ما صارت اقدم السبحه على حسب الخام ترتفع قيمتها. جميل. وكذلك في السبح المعاد استخدامه مثل الضومنه اللي عندك هذه لعبه اسمها ماهجونج اللي هي سبحتها الصفراء هذه اللي يمين هذه هنا اللي قبل شوي شلتها. الصفراء انا ماني قاعد اشوفها صفراء. لا، الصفراء الخامه حقتها هذه. اوكي، يعني اصل الخامه يكون اصفر. هذه كانت لعبه قديمه اسمها ماهجونج. ايه صح. واللعبه تباع اليوم كقطع تراثيه، فناخذها احنا كهواة سبح نصنع منها سبح. حلو. واليوم السوق ما شاء الله مليان تجار سبح، يعني وعملية تجارة السبح هي عملية تكاتف. كيف؟ يعني احنا كأسرة احنا نشتغل بسباح 4 اخوان ما شاء الله، نوزع الشغل لانه بسبب تعدد المصادر للسبح. وفي عوائل موجودة هنا يعني بالسعودية مثل عائلة سديس ابو ابراهيم متوارثة، يعني مثل الطريقة، يعني مجموعة اخوان هم اللي يمسكون البزنس، واحد متخصص بالاسلاك، واحد متخصص بالصناعة، واحد والتصميم. والتصميم، فدايم هي مجموعة، ودايم عندك تكاتف أنت مع المحلات الثانية. يعني المحل هذا هي ما هي مثل التجارات الثانية، أنا بيع قهوة خلاص طريقة، لا السبح لا متعددة. أخذ من المحل هذا طبعا. ناصر، هذا بالنسبة ممكن لكم أنتم كهواة وكتجار، عندكم خبرة في السبحة سواء كان من ناحية الأحجار نفسها، الأسعار، غيرها، كيف أنا أعرف جودة السبحة إذا كانت جيدة أو لا؟ طبعا هو في تعدد طرق الفحص، لكن الخامات المصنعة مثل البكالايت يعني في حاجتين، في الناس يعرفها بالملمس والصوت، وفي ناس بالريحة، هي كل خامة لها ريحة يحطها زي على بخار ويشم الريحة. وفي إذا كانت السبحة غالية مثلا قيمتها فوق 15000 20000، في مادة اسمها سيمي كروم، هذه تفحص الخامة نفسها أن تتأكد أنها قديمة وهل هي بكالايت قديم ولا لا.
ايش المواد اللي تعتبر اسعارها مرتفعه جدا؟ يعني الكهرمان غالبا هو يكون مثل هذه اللي عندنا هنا. اي هذه مثلا كم سعرها؟ هذه الكهرمان يعني سعرها يقدر تقريبا ب 4000 ريال. جميل، وتوصل لاكثر من كذا؟ توصل لاكثر، يعني يصل عشرات الالوف كل ما زاد البياض. يعني الكهرمان هو نفس الخامه، لكن كل ما تغيرت الالوان كل ما تغير السعر.